وظيفة رئيس الجمهورية هو يلم الناس، ما يفرقش الناس، وهذا يعني واضح من الوضوح، وأنه يفرق. وهذا ما يعرفش التاريخ، ما يعرفوش تاريخ الرياضة في تونس، سبحان الله. وشكون شنو الترجي الرياضي، وشنو النادي الإفريقي، ومعنى يمكن ما كانوش مولودين وقتها، وقت اللي تكونوا هذوما، هذوما يعني جمعيات وطنية كانوا داخلين في الكفاح. النادي الترجي الرياضي كان رئيسه سي شادي زويت، وكان كهيئة رئيسه الحبيب بورقيبة، منها كانت جزء من النضال متاعنا. مش على خاطر في وقت من الأوقات يجي رئيس آخر ويجي نظام آخر ويجي كذا، هذوما معناها مستمرين. والنادي الإفريقي كيف كيف، والجمعيات الكبار كيف كيف. قبل كانت فرنسا هوني، وقت اللي يجي المباراة بين النادي الإفريقي ولا الترجي الرياضي ونادي فرنساوي، العرب الكل ما تمشي كان غادي، وبداوا يعيطوا يخسروا ولا ما يخسروش. على كل حال نحن مع الترجي، ونحن يجي توا معناها ندخلوه في حكايه الكتاب الاسود وكذا، ولوش علينا الكتاب الاسود. أيه. احنا شنو هو هذا من اولويات تونس؟ ما هذا زاد الدور تاع الرئيس، لازم نسالوا عليه. شو وظيفته هذا الرئيس باش يخرج الامور هذه؟ فضلا عن